نعم، يقول المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى، هل يجب علي أن أتبع واحدة منهم؟ لا، لا يجب عليك، يجب عليك أن تكون مسلما وأن تتبع الحق. والناس على ثلاث أحوال، إما أن يكون عالما، وإما أن يكون طالب علم، وإما أن يكون من عامة الناس. إذا كان عالما فيتبع ما صح عنده، ما ثبت عنده، إذا كان طالب علم كذلك. أما إذا كان من عامة الناس، الله تبارك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه بس، لا ما يجب عليه أن يلتزم مذهبا أبدا. الصحابة ما كانوا ملتزمين مذاهب، ما فيها شيء. آخر سؤال.